مساء الخير إليكم. أبرز العناوين: جلسة الأربعاء النيابية ببند وحيد، القانون الأرثوذكسي، سلام يلتقي بري ويودع حكومة الأمر الواقع، ولقاء أوباما كاميرون، زيادة الضغط لإجبار الأسد على التنحي. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وجوزيان رحمي. مساء الخير. بعد الحملة التي شنتها قوى الثامن من أذار وبعد زيارة النائب وليد جنبلاط السعودية، تراجع الطرح الذي سمي بحكومة أمر واقع. هكذا زار الرئيس المكلف تمام سلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخرج من اللقاء ليعلن أنه غير متسرع، لكنه أيضا لا يحب التأخير، وأنه لن يقوم بشيء إلا تحت سقف المصلحة الوطنية. وإذا كانت سرعة تأليف الحكومة قد تراجعت، فإن الانتخابات دخلت حيزا ضبابيا. فبعد تعذر الاتفاق في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي بشأن جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء المقبل، وزعت الأمانة العامة للمجلس النيابي جدول أعمال الجلسة ببند وحيد هو طرح اللقاء الأرثوذكسي، الأمر الذي يستدعي مقاطعة كتل كبرى للجلسة، ما يهدد بنسفها. إذن الحكومة مؤجلة والانتخابات بحاجة لما ينقذها، فيما المجلس العسكري لا يزال عاجزا عن ممارسة صلاحيته. إذا لم يكن هذا فراغا، فما هو الفراغ؟ إذن الأرثوذكسي وحيدا على جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء وسط مقاطعة بعض الأفرقاء لها. لم يكن اجتماعا جيدا، وأغلبية المشاركين فيه خرجوا على تباين واضح مع رئيس المجلس. هيئة المكتب التي التأمت في عين التين وهي تتألف من أغلبية موالية ل 14 أذار، وقف فيها النائب ميشيل موسى مع الرئيس بري طبعا، وشكل نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنواب حمادي فتفت وطور ساركيسيان حلفا واحدا، فيما وقف النائب أنطوان زهر على الحياد. النواب الأربعة طالبوا الرئيس بري بوضع جدول أعمال للجلسة يشمل أكثر من مقترح انتخابي، ولا سيما تلك التي نوقشت في لجنة التواصل أو قدمت فيها مشاريع محددة، سائلين لماذا لا توضع مشاريع واقتراحات القوانين الأخرى التي تشمل قضايا اجتماعية تهم المواطنين. رد رئيس المجلس كان بأنه قبل الوصول إلى قانون انتخاب لن يفتح جلسة بالمواضيع الأخرى، وانفض الاجتماع بعد ساعة ونصف على عدم تفاهم. سارعت بعده الأمانة العامة لمجلس النواب لتوزيع جدول أعمال الجلسة المؤلف من بند وحيد هو طرح اللقاء الأرثوذكسي. بعد ذلك اجتمع الرئيس فؤاد السنيورة إلى عدد من أعضاء هيئة مكتب المجلس، حيث عبر نائب رئيس المجلس فريد مكاري عن استغرابه لما اعتبره تخطي الرئيس بري صلاحيات هيئة المكتب وتفرده في وضع جدول أعمال الجلسة العامة مخالفاً النظام الداخلي للمجلس بحسب مكاري. ويبدو أن كتلة المستقبل وجبهة النضال الوطني وكتلة ميقاتي اتخذوا قراراً بمقاطعة الجلسة، ويرجح أن يتخذ تجمع النواب المستقلين في 14 أذار الخيار نفسه. رد المجلس الدستوري الطلب المقدم من نواب جبهة النضال الوطني ونواب آخرين بإبطال القانون القاضي بتعليق المهل في قانون الستين الانتخابي، بعدما فند قراره ولا سيما لجهة عدم تعارض تعليق المهل مع بعض المواد القانونية الواردة في الدستور. متى إعلان الحكومة ووفق أي صيغة؟ وماذا بعد لقاء الحريري جنبلاط؟ لم تعد هناك من حكومة أمر واقع، وخطوط التواصل أعيد فتحها في الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف إلى عين التيني. اجتماع سلام بري وصفه الطرفان بالجيد أعيد في خلاله تصويب الأمور. الرئيس سلام الذي كان على بعد خطوتين من إعلان حكومة من 14 وزيرا جمد إعلان أي تشكيلة إلى ما بعد اجتماع الهيئة العامة، وقالت مصادره للLBCI إن الاتصالات التي توجت بلقائه مع الرئيس بري ستستكمل، وإن الرئيس المكلف سيلتقي في القريب العاجل رئيس الجمهورية، وأن البحث انطلق من قاعدة حكومة المثالثة من 24 وزيرا. وأنا حريص على أن يأتي التأليف مدعوما معززا من الجميع، لأننا في مرحلة صعبة تتطلب حكومة تأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات وكل المعطيات.
المستجدات الحكومية التي فرضت ذاتها على الساحة السياسية في بداية الأسبوع استدعت حركة اتصالات كان النائب جنبلاط جزءا منها، والوزير وائل أبو فاعور نقل للرئيس بري تمسك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بحكومة يتفاهم عليها الجميع. ولازلنا نعتقد بأن الصيغة المقترحة من قبل الرئيس سلام صيغة 888 هي صيغة عادلة، نأمل أن يحصل قبول وطني لها بما يعفينا من الكثير من الاحتمالات. إذن لا إعلان للحكومة في اليومين المقبلين، والرئيس سلام بحسب ما قالت مصادره للLBCI لم يجد بعد الوقت المناسب لإصدار التشكيلة، جازمة في الوقت ذاته أن الحكومة ستكون في كل الأحوال متجانسة تشارك فيها كافة القوى. المواقف السياسية ركزت على قانون الانتخاب والتشكيلة الحكومية. الأوضاع الراهنة وعمل حكومة تصريف الأعمال كانت مدار بحث في بعبدة بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، الذي اطلع من الوزير مروان شربل على تحضيرات وزارة الداخلية في موضوع قانون الانتخابات. في بعبدة أيضا وفد من حزب الكتائب رفع الاقتراح بجعل حيادي لبنان بندا من بنود الدستور اللبناني، ما حاز على تأييد رئيس الجمهورية. النائب وليد جملاط يرفض أن يرد على ما وصفها بالرسائل الصاروخية من فريق الثامن من أذار لأنها صادرة عن عقل مريض في وقت يتطلب الوضع في لبنان أكبر قدر ممكن من العقلانية والتروي والهدوء. جملاط جدد موقفه الداعم لتأليف حكومة مصلحة وطنية على أساس صيغة ثلاث تمنات لأنها تحول دون الوقوع في لعبة التعطيل والتورم في الأوزان السياسية. بالنسبة إلى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، حكومة الأمر الواقع هي حكومة تحد ستوقعنا في المحظور، داعيا صاحب توقيع مرسوم التشكيل إلى أن يكون أعقل من أن يوقع. المجلس العسكري عاجز عن ممارسة عمله، فما هي التداعيات؟ لن ينتظر قائد الجيش العماد جان أهوجي أكثر من أسبوع كي يثير علنا مسألة شلل المجلس العسكري وانعكاساته السلبية على الجيش، ومهلة الأسبوع هذه هي لإفساح المجال أمام الاتصالات الجارية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من أجل إيجاد مخرج قانوني يعيد لهذا المجلس نشاطه في ظل عدم القدرة على التعيين. وقد يكون هذا المخرج إما بإيجاد صيغة تسمح للمجلس بالانعقاد بمن تبقى من الأعضاء أو بتفويض صلاحياته لقائد الجيش. المجلس العسكري مؤلف من 6 أعضاء لا يمكن له حاليا أن يمارس عمله، لأن 2 من أعضائه وهما اللواء منير واللواء مزهر أحيلا إلى التقاعد ولم يعين مجلس الوزراء بديلا عنهما، كما سيحال في 24 الجاري اللواء شحيتلي إلى التقاعد. شلل المجلس العسكري أوقع الجيش في العديد من المآزق اللوجستية والعملانية والتي لها علاقة بتزويده بالمحروقات والغذاء وانتداب الضباط إلى الخارج وجزء من التشكيلات وغيرها، باعتبار أن هذه الأمور يجب أن تحظى بموافقة المجلس العسكري لتذهب عبر وزارة الدفاع إلى مجلس الوزراء ليرصد لها ما يتوجب من أموال وغيرها من موجبات، على أن تعود أيضا للتنفيذ عبر المجلس العسكري الذي كان العرف يقضي بأن يجتمع دوريا كل أسبوع للبت في حاجات الجيش. عودة المجلس العسكري للعمل أمر ملح بالنسبة للجيش، واستمرار شلاله يبعث برسالة واضحة للمؤسسة العسكرية، وهي أن الفراغ قد يكون مطلوبا أيضا على مستوى قيادتها، ولم يتبقى لتقاعد قائد الجيش سوى 4 أشهر. كيف انعكست أزمة المجلس الشرعي على منصب مفتي صيدا وأقضيتها؟ مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني كلف الشيخ أحمد نصار مفتيا لصيدا وجوارها خلفا للمفتي سليم سوسان. هذا التكليف يأتي ردا على تمديد المجلس الشرعي الأعلى المعارض لقباني تكليف سوسان. قباني اتهم خصومه على رأسهم تيار المستقبل بأنهم يبحثون عن تحجيم دار الفتوى. كل ما يجري هو من أجل أمر واحد فقط بينني وبين إخواني في تيار المستقبل، هو هذه التعديلات التي طرحها الرئيس فؤاد السنيورة التي لن تمر إطلاقا لأنها لتحجيم هذه الدار. إبليس لم يعرف هذه الكذبة بعد. أنا لن أبقى لحظة واحدة بعد الساعة الثانية ظهرا من يوم 15 أيلول. سلم قباني المفتي نصار ورقة التكليف الرسمية الموقعة من دار الفتوى، أما المفتي سليم سوسان فأكد بقاءه في منصبه لحين تسلمه بلاغا رسميا بوقف تكليفه. سنبقى في موقع الإفتاء حتى تأخذ الأمور أوضاعها القانونية وحتى يصار إلى إجراء انتخابات للمفتي. لم يحدد سوسان الجهة التي عليها تبليغه، أكان المفتي قباني أو المجلس الشرعي المعارض الذي يسنده وسبق له أن مدد تكليفه،
كل ما يمكن قوله إن المعركة في دار الفتوى اشتعلت وليس من يرغب بإطفائها. مؤتمر لدعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. المحكمة الدولية عدالة آتية، هذا هو العنوان الذي اختارته قوى 14 آذار لمؤتمر عن المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فاستعجل المتحدثون بدء المحاكمة ووقف التسريبات، وهاجم بعضهم بقوة حزب الله من دون أن يسميه، متهمينه بعرقلة العدالة. أبرز المتحدثين كان رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو، الذي رأى أن المحاكمة يجب أن تبدأ قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الدفاع هو من أكثر المتضررين من التسريبات ولا سيما أسماء شهود. وزير العدل السابق إبراهيم نجار توجه إلى قضاة المحكمة بالقول: ننتظر منكم عدالة تفرض نفسها بشكل لا يقبل التشكيك وأحكاما لا تتفق مع التعتيم والتي تؤمنها العدالة الشجاعة، فلا تخافوا ولا تترددوا. في هذا المؤتمر تحدث أيضا عدد من المحامين والقانونيين المنتمين إلى قوى 14 آذار، فأكدوا أن المحكمة الخاصة بلبنان ستحقق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم المرتبطة بها، مطالبين بأن تتخذ المحكمة كل الإجراءات الضرورية والكفيلة بوقف أي تسريبات. وذهب بعضهم إلى حد اتهام بعض العاملين في مكتب الدفاع بالتسريب لصالح الجهة المتهمة التي تعمل على ترهيب الشهود، كما قامت في السابق بترهيب القضاة كما قالوا. أهالي الهرمل طمئنونا عنكم وصحتك بتليفونك. التفاصيل بعد هذا الفاصل. ونتابع نشرتنا الإخبارية مع الملف السوري. أوباما يرى أن من مصلحة روسيا المساعدة على حل الأزمة السورية، وبان في موسكو الجمعة المقبل للبحث في الملف. بحسب باراك أوباما، فإن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة زيادة الضغط لإجبار الأسد على التنحي، لكن الرئيس الأمريكي الذي كان يتحدث في ختام محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدا غير متأكد بعد من الحقائق بشأن استخدام النظام أسلحة كيماوية في سوريا. وقد تمايز أوباما في موقفه هذا مع ضيفه البريطاني الذي قال إن الدليل على استخدام النظام هذه الأسلحة يتزايد، وحض كاميرون العالم على وقف المذبحة التي تحصل على مرأى منا في سوريا، داعيا إلى تحرك سريع قبل وقوع الأسوأ. وإذ أعلن أن أي قرار لم يتخذ بتسليح المعارضة، أكد أن بلاده ستضاعف المساعدة غير القاتلة للمعارضة في العام المقبل. وكانت لندن رصدت تحولا طفيفا في الموقف الروسي الذي بات بحسب مصدر بريطاني أكثر قبولا للتعامل مع الغرب في الشأن السوري، ما يسهل عقد مؤتمر للسلام. المشاركة في هذا المؤتمر يتشاور بشأنها الائتلاف السوري المعارض مع كل من السعودية وقطر وتركيا، بحسب رئيس الائتلاف بالإنابة جورج صبرة الذي قال إنهم في انتظار أن تتضح حيثيات المؤتمر وأجندته والحاضرين فيه. في تركيا، الاستفزازات التي تعرض لها اللاجئون السوريون بعد انفجارات الريحانية دفعت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى رفضها، محذرا من عصابة تحاول أن تلقي المسؤولية على عاتق المعارضة السورية واللاجئين. أما وزير الإعلام السوري عمران الزعبي فاتهم الحكومة التركية بالضلوع في التفجيرين، واصفا أردوغان بالقاتل. على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي أنه فقد إحدى طائراته المقاتلة F-16 قرب مدينة العثمانية جنوب تركيا على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود السورية، ورجح مصدر عسكري أن يكون الحادث عرضيا. ميدانيا، سيطر الجيش السوري على 3 قرى في ريف القصير، ما مكنه من قطع طريق الإمدادات على المقاتلين المعارضين الموجودين داخل المدينة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في منطقة القصير. في الهرمل غدا تحذير جبهة النصرة الأهالي بمغادرة المنازل. الصباح اللي تلا تلقي أهالي الهرمل تهديدات بأصف بلدتهم وتحذيرات من جبهة النصرة للابتعاد عن المستشفيات والمدارس والمراكز الحكومية أو الحزبية في المدينة بدأ كغير من الأيام حركة طبيعية في الأسواق، والمواطنين يتابعون أعمال معتبرين أنها ليست المرة الأولى التي تصل رسائل تهديد على هواتفهم الخلاوية. فزع الناس انه خيبي بيضربوا عشوائي هن، واحد بيتأبى هالشيء، بيتأبى الشيء مثلا يكون يمكن تجمعات او شيء، عم يضربوا في الله وعم يجوا محلات انه ما حدا عم يسيبوا شيء وما ما حدا عم ينأذى. بلدية الهرمل من جهتها أخذت هذه التهديدات على محمل الجد، فموقع المدينة معزول نوعا ما جغرافيا بالنسبة لباقي سهل البقاع والتسهيلات الطبية خصوصا الموجودة فيه.
نحن عاملين خلية أزمة مع عند أي مقام وعند القوى الموجودة بالهرمة. المدارس عم نحاول قد ما فينا نطمن المدارس، صار في حركة ننظم طريقة إخلاءهم ليغادروا مدارسهم، بس مع الأسف المدارس تسكرت إلى أسبوعين مسكرة. إجراءاتنا مسئين مع الدفاع المدني مع الصليب الأحمر لإخلاء أي حالة للمستشفيات جاهزة، إن شاء الله يومين ثلاثة بتخلص القصة وما بعد في شيء بالهرمل. يتعجب أهل الهرمل أنهم أصبحوا عرضة للقصف من قبل معارضي النظام، خصوصا أنهم يعتبرون أن هناك حوالي 1000 عائلة نزحت من القصير إلى مدينتهم، ولم يتم التفريق بين موالي ومعارض للنظام عند استقبال النازحين، سوريين كانوا أو لبنانيين. يعني نحن طلعنا من هربنا من سوريا، جينا لهون على أساس أنه هون برد أمان وكذا، تفاجأنا أنه حتى صواريخ لحقتنا لهون، وهي الصواريخ بتعرف يعني صواريخ ما لها هدف، يعني هي عبارة عن صواريخ عشوائية عم تنزل وين من كان. قصف الهرمي العشوائي حتى الآن أدى فقط إلى وقوع أضرار مادية في المدينة ومحيطة، ولكن الجميع يؤكد أن وقوع أي ضحايا سيغير المعادلة ويدخل شمال البقاع ومنطقة الهرمل في دوامة عنف لا يمكن حسب نتائجها. حملة الوفاء الأوروبية للشعب السوري عبر لبنان. اقتصاد سوريا ينهار وثلث السوريين بحاجة إلى دعم إنساني، 5 ملايين منهم باتوا نازحين، وازدياد العنف في بلادهم دفع بمليون ونصف المليون منهم إلى مغادرتها، والأعداد في ازدياد يوميا. هذا ما كشفته المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، لتصفها بأنها أسوأ أزمة يشهدها العالم في العقد الأخير. Today I came with an additional $85 million of assistance. جئت لأعلن عن تقديم الاتحاد الأوروبي 85 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية للبنان والأردن والشعب السوري، ما يرفع قيمة مساعدات الاتحاد إلى 1,100,000,000 دولار، ونعرف بأنه يجب فعل المزيد. And we know we will have to do more. ومن نقطة المصنع اتجهت إلى سوريا قافلة مساعدات حملة الوفاء الأوروبية، تحمل إغاثات من 150 طنة من الطحين و1500 طرد غذائي مجهز، وكذلك الكميات كبيرة من المواد الطبية التي يحتاجها أو تحتاجها المستشفيات والمستوصفات في دمشق وريف دمشق. مساعدات من هنا وهناك يتلقاها السوريون الذين لا يرغبون بمساعدات بقدر ما يحلمون بانتهاء أزمة بلادهم. في مرفأ طرابلس عبارة لتسهيل تحرك شاحنات الاستيراد والتصدير. في وقت تواجه عمليات الاستيراد والتصدير البري عبر الحدود مع سوريا بعض العقبات، دخلت إلى مرفأ طرابلس أول سفينة عبارة مخصصة لنقل الشاحنات المبردة، وذلك تمهيدا لانطلاقة الخط البحري بين لبنان ومصر والسعودية، وهي الخطة التي كان سبق وأعلن عنها وزير الزراعة منذ أيام قليلة. استطاعت حمولتها في الوقت الحاضر الآن هي ناقلة 155 شاحنة، 160 سائق، إضافة إلى 40 راكب. بمعدل رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعياً ستنطلق هذه العبارة من مرفأ طرابلس أو بيروت عند الضرورة باتجاه مرفأي دمياط والسويس في مصر، ومن هناك تتجه إلى مرفأ دوبة في السعودية. حاولنا أن نعمل شوية ميزة تنافسية للميناء للقيام بهالدور. هذا الدور هو بيخدم صراحة مثل ما قلت لكم الاقتصاد اللبناني. العبارة ستشكل خطوة بديلة لتصدير الإنتاج اللبناني إلى الخارج بانتظار أن تحل الأمور على الحدود البرية، ولكن يبقى السؤال ماذا عن التكلفة؟ وهل بإمكان المزارعين أن يتكبدوا تكلفة هكذا وسيلة؟ اللاجئون الفلسطينيون يؤكدون من الناقورة على حق العودة. في ذكرى النكبة زحف اللاجئون الفلسطينيون باتجاه الحدود مع الأراضي المحتلة في بلدة الناقورة، وبالقرب من المقر العام لقوات اليونيفيل رفعت أعلام فلسطين وشعارات العودة ورموزها. المطالب واضحة وباتت تاريخية، حق العودة واستعادة الأرض، لفتة عربية وأخرى دولية، رفع الظلم والقهر، ودعوات لاسترجاع فلسطين. قائدون قائدون يا جماعة، مفتاح فلسطين بدي أفتح بيتي وأقعد فيه، أنا ما منسامح إسرائيل. بتمنى لو يوم واحد أشوف فلسطين أشم ترابها قبل ما أموت. بس في كل الدول العربية لا يمكن نستغني عن شبر واحد من أرض فلسطين. عام آخر والنكبة في ذاكرة الفلسطينيين بكوارثها ولجوئها ونزوحها ودمارها وشتاتها. النكبة تطفئ شمعتها 65، فكم ستعمر بعد؟ قتلان وعدد من الجرحى في انفجار خزان مازوت في منطقة نابي.
عبد العليم جاء من بنغلاديش إلى لبنان، ومحمد مصلح قصد البلاد آتيا من سوريا لكسب لقمة العيش، لكن هذه اللقمة كلفتهما حياتهما. فبينما كان عبد العليم يقوم بأعمال تلحيم في مستوعب يحتوي على زيوت ومواد متفجرة تستعمل في تفتيت الصخور، اشتعل حريق سرعان ما أدى إلى انفجار قذف جثته لأمتار. وعندما هرع أصدقاؤه العمال لإطفاء الحريق، طالت محمد شظايا أدت إلى وفاته. إذن قتلان وخمسة جرحى سوريون تم توزيعهم على مستشفيات المنطقة. العمال الذين رفضوا الظهور أمام الكاميرا تحدثوا عن قوة الانفجار وعن تفضيلهم الموت على أرضهم ولا الموت ضحية حوادث عمل عشوائية. هيئة التنسيق والسلسلة وسجال كنعان السنيورة وأخبار أخرى في التقرير التالي. في حال لم تحل سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي خلال 48 ساعة، فإن هيئة التنسيق النقابية ستحدد في اجتماعها الثلاثاء خطوات إجرائية للعودة إلى التحرك، بحسب ما أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ من السرايا الحكومي، محملا عدم إحالة السلسلة إلى وزارة المال التي ردت بأنها قامت بما يمليه عليها القانون، وأن مشروع قانون السلسلة هو في عهدة رئاسة مجلس الوزراء صاحبة الصلاحية بإحالته إلى المجلس النيابي. متوقفا عند كل نقطة تناولها الرئيس فؤاد السنيورة في إطلاق كتاب الافتراء في كتاب الإبراء، دعا النائب إبراهيم كنعان السنيورة إلى التوقف عن التضليل. مش بكتيب مثل هيدا فينا نضحض وقائع ومستندات وقرارات قضائية، ولا فينا نوقف عجلة الإصلاح بلبنان. الإصلاح يا دولة الرئيس آتن آتن آتن. السنيورة رد من جهته على كنعان في بيان متسائلا، لماذا يتهرب من يدعي الشفافية والبراءة من التدقيق المحاسبي القانوني؟ الأمر الذي استدعى ردا من كنعان، مؤكدا أنه سبق أن أبدى رأيه بالمشروع ونشره في الصحف في العام 2011. متطرقين إلى الأوضاع الإلمائية، اعتبر نواب بيروت أن هناك محاولة لسلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في موضوع سجنة مبلغ 250 مليون دولار وأكثر، فضلا عن أن بيروت لا تستفيد من مياهه. احتجاجا على تأخر الهيئة العليا للإغاثة بدفع التعويضات للمتضررين من الحوادث الأخيرة في طرابلس، عمد أهالي التبين إلى قطع الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار بالسيارات والإطارات المشتعلة. وفي طرابلس أيضا أطلق بعض الشبان النار ابتهاجا بالإفراج عن جلال منصور الملقب بأبو العز، والذي قطعت طرقات المنطقة مرارا احتجاجا على توقيفه. سنحض الناخبات على التصويت للنساء الكفؤات المرشحات وللأحزاب التي أيدت تمثيل المرأة في البرلمان. بهذه العبارة اختتم تحالف نساء برلمان 2013 مؤتمره الصحفي، داعيا رئيس الحكومة المكلف ضم 30% من النساء على الأقل إلى الحكومة العتيدة. صحتك بتليفونك، خدمة جديدة من وزارة الصحة. هو أول تطبيق هلوي موبايل أبليكيشن ضمن البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، تطبيق مجاني يسمح للمواطن بالاطلاع على أسعار مبيع الأدوية المسجلة وشروط الاستفادة من الأدوية التي توفرها الوزارة سواء للأمراض المستعصية أو المزمنة. كما يتضمن لائحة بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة مع توزعها الجغرافي، إضافة إلى فقرة لإرسال الشكاوى أو أي اقتراح للوزارة. لقد اتخذنا موقفا جريئا في الإقدام على أول تطبيق للموبايل أبليكيشن في وزارات الدولة اللبنانية، وهي خطوة نعتبرها ضرورية جدا لمواكبة متطلبات العصر. هذا المشروع يتيح للمواطن بحسب وزير الصحة لعب دوره الأساسي بالحصول على المعلومات. إسرائيل تسوق لحل اقتصادي للفلسطينيين، وباربرا وولترز تودع الشاشة. ابقوا معنا بعد الإعلان. ونتابع مع الأخبار الإقليمية والدولية. القضية الفلسطينية في امتحان الحلول وبإخراج أمريكي.
فيما يستعد الفلسطينيون لإحياء الذكرى 65 لنكبتهم برسومات تعبر عن حجم المعاناة منذ أكثر من 6 عقود، تدور في الأروقة السياسية أحاديث عن تبني أمريكي لخطة إسرائيلية تتضمن تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون حتى اللحظة. يعني أولا هو السلام السياسي، حل القضية سياسيا، وبعدها يأتي كل شيء، ولا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة إلا باحترام هذا الحق. ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن العمل على خيار السلام الاقتصادي بدأ مع جولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة للمنطقة، لكن هذا الحل برأي المراقبين يحمل مخاطر عديدة. المقصود هو تحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال وجعلهم ينسون واقع الاحتلال ويتعايشون معه إلى أن تمضي الوقت الكفيل باستكمال إسرائيل لتطبيق مخططاتها التوسعية والاستيطانية والعنصرية. وتستند الخطة وفقا لكيري على نموذج جديد من التعاون المشترك، بحيث تبدأ المرحلة الأولى باستثمار استثمارات عملاقة من خلال إقامة المشاريع المختلفة، يليها في المرحلة الثانية إقامة مشاريع ضخمة في مجالات المواصلات والسياحة والاتصالات واستغلال الموارد الطبيعية. الكثير من المليارات الأمريكية ستضخ في المنطقة وفقا للكثير من المراقبين لإنعاش السلام بحل اقتصادي، لكن السؤال يبقى، هل ستنجح هذه الأموال في إصلاح ما أفسدته آلة الحرب الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية؟ للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال، فارس المالكي من مدينة رام الله. الإعلامية الرائدة باربرا وولترز تودع الشاشة. قراري نهائي وأريد الاسترخاء والابتعاد عن صخب الحياة الإعلامية الصيف المقبل. قرار الاعتزال اتخذته بعمر 83، أول امرأة تشارك في تقديم برنامج إخباري مسائي بعد أكثر من 50 عاما كشخصية بارزة في التلفزيون الأمريكي. إنها الصحفية باربرا وولترز التي تعلن الخبر للمشاهدين في البرنامج الذي أنشأته The View بحسب ما أكدت شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية. وإلى أن تتقاعد ستواصل تقديم الأخبار والتغطية لشبكة ABC News وتطلق في The View، كما تقدم البرامج الخاصة طوال العام حتى أيار المقبل، وستظل المنتجة التنفيذية للبرنامج. وولترز تعرضت لمشاكل صحية عدة، إذ أجريت لها عمليات قلب مفتوح وأصيبت بارتجاج في المخ، وبرزت شهرتها في مقابلاتها مع رؤساء دول مثل الكوبي فيدل كاسترو والعراقي صدام حسين والسوري بشار الأسد. وإلى جانب الشخصيات السياسية قابلت مشاهير في عالم الفن، وكان اهتمامها كبيرا بالفنانين من جيل الشباب، وتفاعلت مع ضيوفها حتى بالرقص. وإلى الصفحة الاقتصادية مع مارك. ماستر كارد سيدر مايلز من بنك عودة هي البطاقة الوحيدة اللي بتسمح لك تجمع مايلات من كل مشترياتك وكمان من سفراتك مع طيران الشرق الأوسط. وهلأ مع انضمام الميدل إيست لشبكة سكاي تيم، صار فيك كمان تحول مايلاتك لتسافر مع 19 شركة طيران على 1000 مدينة ب187 بلد، وتدخل 525 صالة شرف. بطاقة سيدر مايلز من بنك عودة هي مفتاحك للعالم. مساء الخير. سجل الدين العام بلبنان ارتفاع جديد بشهر أذار من العام الحالي، ليوصل الدين اللبناني إلى 57.7 مليار دولار، وارتفع الدين بنسبة 6.7% بالنسبة لنفس الشهر من العام الماضي. وبوقت ارتفع الدين المحلي فقط بنسبة 1%، ارتفع الدين الخارجي بحوالي 16%، كما ارتفعت الفوائد على سندات الخزينة إلى 6.56%. ولبنانياً أيضاً عرضت جمعية المصارف مع سفيرة الولايات المتحدة بلبنان مورا كونيلي تطورات العلاقة بين القطاع المصرفي اللبناني والإدارة الأمريكية. وأطلع رئيس الجمعية جوزيف طرباي السفيرة الأمريكية على الزيارة الناجحة يلي أجراها وفد الجمعية بناء على دعوة المصارف الأمريكية بشهر أذار، واللي تم تتويجها بنيويورك باجتماع الغرفة اللبنانية الأمريكية. وأوروبياً سددت اليوم منطقة اليورو أول دفعة من المساعدة لقبرص بقيمة 2 مليار يورو من أصل 10 مليار يلي كلفت الجزيرة أعباء كبيرة بالقطاع المصرفي. وعم يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو ببروكسل لإقرار قروض الإنقاذ المالية لليونان وقبرص، كما يتوقع الموافقة خلال الاجتماع على الدفعة المالية لليونان،
فبتحتاج اليونان للأموال من أجل دفع أجور الموظفين والمتقاعدين، إشارة إلى أن المخاوف من الوضع الاقتصادي بدولة سلوفينيا بدأت تزداد مع إمكانية لجوءها إلى طلب قروض مالية من الاتحاد الأوروبي. هذه كانت أخبارنا الاقتصادية لليلة، عودة لكم جوزيان وإزبيك. شكرا مارك، وإلى الرياضة مع خالد. مساء الخير، بداية الرياضة ليلي مع كرة سلة مع بطولة غرب آسيا يلي عم يستضيفها إقليم كردستان العراقي، حيث عم يخوض فريق الشونفيل مباراته الثالثة أمام فريق دوهوك العراقي، مضيف البطولة بلقاء عم يتجه فيه فريق الشونفيل للفوز مع تقدمه الكبير على الفريق العراقي بفارق 30 نقطة مع نهاية الجزء الأول ليتصدر بطولة غرب آسيا، مستفيدا من فوز بتروشيميا بالديربي الإيراني، فيهدي الشونفيل صدارة البطولة قبل آخر مباراتين له مع العلوم الأردني والكرخ العراقي. إشارة إلى أنه شونفيل أحرز أيضا مثلا امبارح لقب بطولة لبنان المدرسية. دائما بكرة سلة ما زال دوامة المشاكل الإدارية عم بتخيم على أجواء فريق الحكمة، حيث جديد اليوم تجميد القاضي جلنار سماحة مفاعيل محضر انتخابات نادي الحكمة بتاريخ 12/11/2011، وبالتالي أيضا مفاعيل الهيئة الإدارية إلى أجل غير مسمى. بكرة السلة العالمية أحرز أولمبياكوس اليوناني بطولة اليورو ليج بعد فوزه بالمباراة النهائية النارية على ريال مدريد، بينما بالNBA الحماس على أوجه بمباريات النصف النهائي من البلاي أوفز. تمكن جولدن ستيت ووريرز من فرض التعادل على سان أنطونيو سبيرس 2-2 بالNBA بالمواجهة الرابعة من سلسلة مبارياتهم بالدور الثاني من بلاي أوف المنطقة الغربية، وذلك بالفوز عليه 97-87 بعد التمديد، بينما أوكلاهوما سيتي ثاندر بانتظار المواجهة الرابعة أمام ممفيس اللي فرض على أوكلاهوما التقدم بالسلسلة بنتيجة 2-1 بعد ما فاز الثاندر بالمباراة الأولى وخسر بمباراتين متتاليتين. ومن المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية، حيث بانتظار الهيت مباراة رابعة أمام شيكاغو بولز اللي رح يحاول يعدل نتيجة السلسلة بعد ما تقدم الهيت 2-1، وانديانا بيسرز ما زال متصدر السلسلة الثانية بالمنطقة الشرقية بعد تقدمه على نيويورك نيكس 2-1، حيث فاز بأول مباراة وخسر بالثاني وعاد وفاز بالمباراة الثالثة. إشارة أيضا إلى أنه نهائي السيدات بكأس لبنان بين الرياضي والهومنتمن عم يشهد بدقائقه الأخيرة حماس كتير كبير. لهم تنتهي صفحتنا الرياضية، بنرجع نحن وياكم لنتابع نشط الأخبار مع جوزيان ويزبك. مشكور خالد، والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية لنرى هل ستستمر الأمطار. مساء الخير. طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومستمر للأيام المقبلة. الليلة طقس غائم إجمالا مع احتمال لأمطار خفيفة متفرقة خاصة على المرتفعات وبالداخل. الليلة الحرارة عم تسجل 18 درجة. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم، أيضا أمطار خفيفة متفرقة، الحرارة ببيروت أقصاها 27 درجة. الريح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، والرطوبة عم تتراوح بين 50% و75%. طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي: بكرة الثلاثة غائم جزئيا إلى غائم، احتمال لأمطار خفيفة متفرقة مع 27 درجة. لنهار الأربعاء انخفاض ملحوظ بالحرارة على 25 درجة وطقس غائم جزئيا، أيضا احتمال لأمطار خفيفة متفرقة. لنهار الخميس ترتفع الحرارة ل 26 درجة وطقس غائم جزئيا، ولنهار الجمعة ارتفاع إضافي أيضاً ل 27 درجة ومستمر طقس غائم جزئياً. وهلأ منشوف صور للطبيعة اللبنانية. الصورة الأولى دانيال رزق ميروبا، صورة من ليالي الآغا، صنين من ربيع جريساتي، صورة للقلوق من وسام جورج طرباي، وئام مهنا رشايا الوادي، أفلين حاجة الفتقة، صورة لبزمار من نايا تراد، والصورة الأخيرة لبيير يوسف. مشاهدينا، هذا كان كل شيء لليلة. دايما بذكركم اعملوا أبلود لصوركم الحلوة على www.lbci.com/weather. تصبحوا على ألف خير. أنا شنتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. تصبحون على خير.